هذا البرنامج يحتوي جرعات إضافية من الصراحة، ننصح بإبعاده عن متناول من يقلب الأسود أبيض. أقصر الطرق مع نبيل جاسم. السلام عليكم. نسبة الفقر ترتفع في العراق، وتوقعات الأمم المتحدة تقول أنها ستصل إلى 40% بعد أزمة كورونا، في دولة يفترض أنها ثالث أكبر مصدر للنفط بمنظمة أوبك، لكن هذه الدولة يعيش فيها 10 ملايين محتاج، قدموا على منحة الطوارئ وقرابة 1,300,000 أسرة تعيش على راتب الرعاية، وأكثر من 4,150,000 معاق أعطبتهم حروب العراق الكثيرة والمريرة، وجيوش من العاطلين عن العمل. ماذا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقدمه لهذه الشرائح ومتى؟ عراق ما بعد كورونا ليس عراق ما قبله، وإن كانت نسبة إصاباته من الفيروس قليلة قياسا بالدول الأخرى، فإن المؤكد أن حظه من آثار الفيروس على الاقتصاد لن يكون أقل. هذا ما حاولت أن تقوله رئيسة بعثة يونامي يوم أمس عندما أخرجت ورقتها أمام مجلس الأمن متحدثة عن العراق، أو قل بلاد العجائب التي تعيش فيها هينيس، والتي سترتفع فيها نسبة الفقر إلى 40% وإن كمش اقتصادها بنسبة 9% بحسب بلاسكارت نفسها. إنه بلد المغالطات حقا، وهو ثالث أكبر مصدري النفط في أوبك وأرض سواد التاريخ كله، لكنه أيضا أرض ملايين المحتاجين والعاطلين عن العمل. فأمام أكثر من 1,300,000 أسرة تعيش على مؤنة الرعاية، و10 ملايين شخص هددت إجراءات الوقاية رغيف خبزهم، و4 ملايين آخرين من معطوبي الحروب والانفجارات، توجد وزارة صغيرة لا تتنافس عليها الأحزاب كثيرا تسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويفترض بأنها تقف لمساندة الملايين سالفة الذكر. تعنى وزارة العمل بأربعة فئات رئيسية، هي العمال المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والمعين. أما ما بين هذه الفئات فهناك الكثير، لعل من بينهم الكثير من العمال ومحتاجون لم يصلوا الوزارة، وطوابير واقفة على أبواب مراجعة الدوائر لتدخل ضمن خطة الرعاية أو المنحة أو أي خطة أخرى. رواتب لا تغني ولا تغطي الجميع، وقروض متوقفة، وتدريب لا يدرب ولا يعلم. هذا ما وصل إليه حال الوزارة في الوقت السيء بتعدد أزماته، والذي يفترض فيه أيضا أن تجد الوزارة نفسها بحكومة جديدة أريد لها أن تكون حكومة حلول لا أزمات. مرحبا بكم من جديد، وناقش هذه المحاور بأقصر الطرق مع ضيفي لهذه الليلة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي. مساء الخير ورمضان كريم، وأمنياتي لك بالتوفيق في مهمتك معالي الوزير. مساء الأنوار دكتور، ورمضان مبارك عليكم، وصيام مقبول إن شاء الله، وشكرا جزيلا على الاستضافة، حيث أن أول إطلالة على الإعلام بعد تسلمنا المنصب هي في قناة الشرقية. شكراً على هاي وشكراً لك على هذا التقدير في ظهورك الأول. خلينا نبدأ من الملف الأخير، وهو ملف منحة الطوارئ للمتضررين من إجراءات الوقاية لفيروس كورونا. فتحت الاستمارة، قدم عليها كرقم 10 ملايين مواطن. للآن حسب علمي لم توزع المنحة، ما الذي أخرها؟ شنو تفاصيل هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. ابتداء الحكومة الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء تواجه بالتحديات عديدة، تحديات اقتصادية، تحديات صحية، تحديات قد تكون أمنية في الآونة الأخيرة. فهذه الحكومة ينبغي أن
أن تخط طريقها في مواجهة الأزمات، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عندما أقر البرنامج الحكومي الذي تلاها لمجلس النواب وتم التصويت عليه. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير أبناء بلدنا وأبناء شعبنا في تجاوز هذه الأزمات بأقل الأضرار وأقل الخسائر، لا نفترض أنه الأضرار توجد أضرار وتوجد خسائر أكيد. بالنسبة لوضع كورونا في هذه الظروف، أعتقد العراق لم ينفرد في هذا الموضوع، بل بالعكس قد يكون العراق أفضل من كثير من الدول هي في وضع يعني بنى تحتية وصحي، وقد تكون أفضل وسبقتنا بأمور كثيرة. موضوع منحة الطوارئ هي إجراء حكومي قامت به الحكومة السابقة كجزء من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن جانب المساعدة في لأبناء بلدنا الذين يعني الشرائح الذين تضرروا أكثر من حظر التجوال الشامل اللي استمر فترة تقريبا شهر من الزمان. هذه المنحة وصلت طبعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كانت ضمن خلية ابتداء عن الرقم اللي قدم على الاستمارة دقيق 10 ملايين شخص، 11 مليون اللي قدم 11 مليون. طيب. يشمل 1,300,000 وكسر أسرة، مجموعهم كأفراد 11 مليون عراقي قدم على هذه المنحة. وزارة العمل كانت جزء من فريق عمل على هذا الملف. طيب. مكون من ديوان الرقابة المالية ووزارة التجارة ووزارة التخطيط وهيئة المستشارين في مكتب دولة رئيس الوزراء. طيب. تم تقاطع البيانات في وزارة العمل، تم تزويد هذه الخلية هذه المجموعة بالبيانات المتكاملة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طبعا فيها ضوابط هي، وتم استبعاد من خلال تقاطع البيانات أي واحد يتقاضى راتب من أي جهة كانت حتى راتب الإعانة الاجتماعية. هذا راح نجي عليه معالي الوزير. بس نعم. وصلت أنت سألت يمكن أين وصلت 11 مليون سألت آني. نعم. المنحة لم توزع حتى الآن. نعم. وما الذي يؤخرها؟ أنا ذكرت أنه الإجراءات استكملت تماما. الآن الملف خرج من إيد وزارة العمل، هو بيد هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي والشركات التي ستتولى التوزيع عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال رسائل SMS يعني للمستفيد مباشرة. يعني هو هذا الطريق المرسوم. نعم. لتوزيع هذه المنحة الطارئة. نعم. أن أنتم تدفعون قاعدة الأسماء وجهات أخرى هي اللي توزع، هي اللي توزع اللي هي البنك المركزي زائد شركات الدفع الإلكتروني. طيب. متى يعني دفعت وزارة العمل بقاعدة البيانات حتى نعرف شو وقت خلصت منكم والآخرين شو وقت دخلت في ذمتهم؟ أكثر من أسبوعين يعني. أكثر من أسبوعين وزارة العمل استكملت ما عليها. والآن الموضوع في عهدة البنك المركزي زائد شركات الدفع الإلكتروني. موضوع أعتقد أمور تقنية وفنية تخص وزارة المالية، موضوع التمويل، لكن أعتقد راح يحسم الموضوع ويدفع شهر الأول بمعدل 300,000 لكل عائلة. 30,000 لو 300,000؟ لا، هو بالنتيجة 300,000 يعني مهما كان عدد أفراد العائلة. قبل أني راح أجي على موضوع. نعم. المبلغ بسؤال الثاني لحضرتك، ولكن توقعاتك. نعم. يعني متى يمكن أن تستلم الناس هذه المبالغ؟ أعتقد خلال الأيام القليلة القادمة. يعني ذكرت لك أنه وزارة العمل ليست هي مسؤولة عن تحديد الموعد المحدد، لكن أنا عندي اتصال مع هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي مكتب دولة رئيس الوزراء. خلال أيام قليلة قادمة يتم تسوية الأمر، وغدا أكو اجتماع في وزارة المالية لتأمين إطلاق التخصيصات المالية اللازمة يعني إطلاق هذا المبلغ. طيب. لمستحقيه. طيب. أنت جئت على ذكر أنه حكومة عبد المهدي هي من خصصت هذا المبلغ. نعم. اللي كان 30,000 دينار، 300 مليار هو للشخص الواحد. نعم. على مستوى الشخص. نعم. هذا رح يبقى المبلغ نفسه سيعتمد حسب معلوماتك لو حكومتكم الجديدة زيدت رقم نزلت رقم راح تغير على لا هو الكل يعرف يعني ظرف الاقتصاد الصعب حاليا وما رافق من انهيار أسعار النفط والموارد المحدودة للدولة العراقية. نعم. كونها تعتمد أحادية الدولة الريعية تعتمد على جانب واحد فقط، لا توجد مصادر أخرى لتنويع مصادر الدخل، فالمبلغ أعتقد باقي هو نفسه. باقي المبلغ. أي. باقي. نعم. طيب. نعم. قبل منحة الطوارئ الخاصة بأزمة كورونا كانت هناك منحة أيضا وزعت للعاطلين عن العمل. نعم.
وبعدها توقفت الوجبات يمكن 7-8-9 وما استلمت هذه الوجبات. أعتقد مبلغ المخصص لها كان يمكن 550 مليار. نعم. هذه شنو اللي صار بهذا الملف؟ هذا مسؤولية كان مسؤولية وزارة العمل، يعني تكلفت من قبل الحكومة السابقة بهذا الملف. تم شمول 900,000 مستفيد بهذه الدفعات، دفعات الطوارئ اللي هي عقبة حدوث التظاهرات الشعبية اللي حدثت في العراق بعد 11 ومرافقها من مطالب محقة وكثير من صحيح. أي فالحكومة بادرت كجزء من الاستجابة للواقع اللي فرضت التظاهرات، هي أطلقت هذه المنحة. هي 900,000 اللي تم شمولهم 900,000 بواقع 3 دفعات، لكل فرد 175,000 دينار. هذه استكملت وتم إطلاقها بكاملها، يعني لم يبقى شيء. يعني أنا سألت أنه الوجبات 7 و8 و9 هي كم وجبة توزعت ولي وين توقفت؟ وسؤال أيضا عن طريقة توزيعها، يعني هناك من يقول أنه صار أكو تدقيق بالنسبة للناس اللي استلمت لأنه لا بصمة ولا بتوقيع ولا بكذا. شون كانت آلية توزيعها؟ يعني بالنتيجة هي أكيد هو الظرف اللي انطلقت بها كذا دفعات، يعني يسمح قد حصول خروقات هنا وهناك، لكن بالنتيجة هو العملية تمت كما أشرت لك قبل قليل. المستلمين أو المستفيدين هو هذا الرقم 900,000 فرد استفاد منها. هناك بعض الأمور الفنية، مثلا من ضمن ضوابط الدفع أنه يجب أن يكون هناك رقم تليفون لكل شخص مستفيد، في حين عوائل يعني دفعت برقم واحد فقط ليشمل مجموعة أفراد. هذا أدى إلى أنه يشمل شخص واحد وما يشمل غيره، لأنه ما عندنا رقم تليفون آخر. هذا قد تكون بعض الأمور موجود أعداد في قيد التدقيق، يعني لو استكملت التدقيقات قد تطلق. يعني يمكن أكو سؤال مو بشكل مباشر لك علاقة به، عفوا سيادة الوزير، شلون حسب رأيك شلون صرف مبلغ 550 مليار دينار وإحنا ما عندنا موازنة بالبلد؟ من اللي أطلق الصرف مالته؟ شلون مشت؟ يعني أنا أعتقد ضمن الموازنة لعام 2019 هناك باب اسمه يعني الطوارئ، مبالغ المخصصة لحالات الطوارئ بالبلد أيا كان هاي حالات الطوارئ. فما حدث في عام 2019 في الشهر العاشر هو أشبه بهذه الحالات الطارئة، أنه مطالب شعبية، تظاهرات كبيرة عامة البلد، فلجأت الحكومة إلى هذا الباب يعني لإطلاقها كذا مبلغ. أي هذا طبعا. وكانت بالمناسبة كانت أسعار النفط 60 إلى 65 دولار للبرميل، يعني عكس ما الموجود اليوم واقع الحمد لله 2020. أيضا أرجع أقول أنه هذا ربما ما معني بجنابك بشكل مباشر، لأنه حضرتك تتحدث بشكل دقيق وحقيقي أنه هذه ميزانية 2019. فشلون تم التصرف بهذه المبالغ وإحنا في عام 2020 فيما يتعلق بوزارة العمل؟ لا العفو، صحح لك، يعني هي الإطلاقات أغلبها صارت خلال 2019 واستكملت بالعشرين. واستكملت بالعشرين لأنه إحنا عندنا تعرف إعمامات وزارة المالية، موضوع الواحد على 12 طبعاً. أي يعني الواحد على 12 إنه أنت صرفت بالعام الماضي تقسم على 12 وتصرف أيضاً، فأكو تبويب قانوني لها إنه أنت صرفت سابقاً انطينا نفس المبلغ هذا خلي أصرفه خلال هذا الشهر أو الشهر طيب الواحد أو الثاني. طيب وزارة العمل بيها قاعدة بيانات للرعاية وعددهم 1,000,000 أعتقد و300,000 أسرة، لكن السؤال هنا إحنا بالعراق عندنا قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل سواء خريجين أو غير خريجين؟ معلوماتي ما عندنا مثل هيك قاعدة. لا إحنا عندنا ناس ما ندعي أنه إحنا تم الإحاطة بكل العاطلين عن العمل أو الباحثين عن العمل في قاعدة بيانات الوزارة، لكن إحنا عندنا 1,400,000 مسجلين الآن في قاعدة بيانات الوزارة كعاطلين عن العمل. وهذا السؤال التالي إليك، إيش قد عدد الأرقام التقريبية لعدد العاطلين عن العمل في العراق؟ يعني
المسجلين عندنا فعلا احنا مسؤولين عن الرقم المسجل فعلا، لكن هناك عاطل عن العمل او باحث عن العمل هو لم يراجع وزاره العمل ولم يحدث بيانات. تمام، هذا لذلك هو خارج قاعده البيانات المعتمده من قبل الوزاره. هذا خموتك يعني نشتم قفوا ايدنا. نعم. بس اني دا اسال عن المسجلين ايش قد تقريبا؟ المسجلين مليون و400,000 مسجلين فعلا يعني موجودين في قاعده البيانات. يعني تقريبا 1.5 مليون عاطل عن العمل في العراق. أكثر. واقعا أكثر. متأكدين هذا الرقم لا يمثل الحقيقة يعني. لكن إحنا مسؤولين عن ما تحت إيدينا. أي. مسؤول عن ما تحت إيدك، ولكن من خبرتك في هذا الملف وأنت ابن الوزارة أكو امتداد عند جنابك بالمعلومات، التوقعات التقديرية العاطلين المسجلين وغير المسجلين إيش قد يخمنها دكتور عادل؟ إيش قد عندنا تقريبا عدد عاطلين عن العمل؟ إيش قد يوصل؟ والله قد يتجاوز 3 إلى 4، يعني قد يصل إلى 3 ملايين. هسه مدى دقة هذا الرقم، لكن أنا باعتقادي أكثر، يعني يصل إلى هذا الرقم. يعني إحنا العاطل عن العمل يعني هو الناس اللي عندها فرصة عمل يومية، هذا نسميه القطاع غير المنظم. يعني مثلا عامل يوم يشتغل ممكن يوم الآخر ما يشتغل. هذا وين يصنف؟ هذا يصنف هو أولا قطاع غير منظم. هذا هو يعمل لكنه عمله غير منظم. أولا هو ليست مشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، يعني ما يدفع توقيفات تقاعدية. نعم. لرب العمل، لأنه عمله ما مستمر مع مثلا خل على سبيل المثال مع جهة قطاعية، شركة مؤسسة، شركة نفط، قطاع الفنادق أو كذا. فهذا العدد يعني قد يصل إلى هذا الرقم تقديرا، ونتمنى يكون أنا مخطئ، يكون أقل إن شاء الله. كم عامل أكو، كم عامل أجنبي أكو بالعراق معالي الوزير؟ وكم فرصة عمل كان ممكن ذولا يوفرون لو تركت العمالة العراقيين حصرا؟ وكان هناك أعتقد قرار بإيقاف إيفاد العمال الآسيويين، وصار الموضوع بتهريب من جهات مو يمكم يعني. بس السؤال أنه هذا الانفتاح الكبير على العمالة بهذه الطريقة، كيف كان ممكن أن يوفر لو صار بها ضوابط صارمة؟ كيف كان ممكن أن يوفر لنا فرص عمل؟ طبعا أكثر تقديراتنا تشير، وعندنا أرقام أكثر من 300,000 عامل أجنبي. 300,000؟ أي موجودين يعني، وخاصة في قطاع النفط وقطاع الفنادق والمناطق السياحية. ويعني هاي القطاعات هي تجتذب العمالة الأجنبية والمولات التجارية مثلا، يعني موجودين هذا العدد. أكثر هؤلاء احنا لم نمنحهم إجازة العمل. العراق جيد، يعني اجوا بطريقه او باخرى احنا غير مسؤولين عنه كوزاره العراق. غير مسؤولين عنه. يفترض يفترض هؤلاء عندما يعني قبل ما يباشر العمل وقبل ما يدخل العراق يحصل على اجازه عمل. ولهذا احنا هذا العدد يعني اكثر من 90% من عندهم لم يحصل على مثل هذه الاجازه. وزاره العمل يعني عفوا، يعني الان حضرتك بدك تقول لي ذولا وجودهم بالعراق 90% منهم غير قانون. غير قانون. غير قانون، لانه ما عنده اجازه عمل. ما يجوا في دول أخرى أنا شايفها قريبة، العامل الأجنبي إذا ما يمر على وزارة العمل وتطلع له هوية ما يجرؤ أنه يطلع رأسه بالشارع. بالضبط. أولا تصير لملاحقة قانونية المفروض، لأنه كيف دخلت أنت. الموضوع الآخر أيضا هاي تترتب عليها إيرادات لوزارة العمل، يعني تعظم إيرادات وزارة العمل، يعني الإجازة بها رسوم تفرض عليها. هذا ناوي تتخذ به إجراء الملف؟ إحنا من ضمن أهداف الوزارة بالمرحلة القادمة القريبة إن شاء الله أنه هؤلاء يجب أن يراجعوا جميعهم وزارة العمل. سنتعاون معها مع وزير الداخلية، وسنتعاون مع القضاء في هذا المجال، لأنه الموضوع ما يمكن السكوت عنه. يعني بلد يعمل في هذا الكم من الأجانب بدون رخصة عمل رسمية، هذا في سبة كبيرة. شركاتكم مستفيدة تدخل آسيويين بسهولة إلى البصرة ويفوتوهم يشغلون. أصبحت مكاتب دكتور، أصبحت مكاتب تتعامل بهذا الموضوع. بالمناسبة عدم المرور من خلال وزارة العمل وتهريبهم بهاي الطريقة وبهاي المبالغ، هذا عملية تشبه عملية الاتجار بالبشر. لا، هو التجار بالبشر قد يكون لأهداف غير مشروعة. يعني المعنى القانوني الدقيق للاتجار بالبشر لأهداف أخرى، وإحنا أيضا هم نعاني من عندها، لأن عندنا لدينا دائرة دار لرعاية الاتجار بالبشر، ضحايا الاتجار بالبشر، ونعاني منها. قلت موجودة عندنا الآن، حتى نساء يعني أجنبيات، وحتى من بعض
من العراق أيضا. يعني هناك شبكات تمارس هذا العمل بالعراق. بالعراق نعم. التجار بالبشر. بالتجار بالبشر موجود نعم. يعني ظاهرة. عندنا الآن دار فيها نساء يعني تم إلقاء القبض عليهم من قبل أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمنية بشكل عام. ووقفاً بقرارات قضائية وهن بدورهن أقامن دعاوي على من قام بهذا العمل سواء كان نساء أو رجال عراقيين لهذه الشبكة عراقيين نعم عراقيين يعني عندنا شبكات عراقيين لكن لهم امتدادات خارجية في عصابات منظمة في دول أخرى وهذن النساء عراقيات لو دي يجيبون من برا أيضا من جنسيات من برا ومن الداخل مع الأسف بعض يعني النساء أيضا من الداخل طيب هن ضحايا في كل الأحوال أي طبعاً أي ضحايا مجتمع وضحايا أنا ما أسأل عليهم بالتحديد وإنما نعم. أسأل عن الشبكات باعتبار هذا فعل مخالف للقانون أكيد هاي جريمة عالمية أكيد يعني هناك قضايا وهناك ممثلين قانونيين من وزارة العمل يتابعون بكل دقة كل تفاصيل كل قضية أمام القضاء تم إلقاء القبض على هذه الشبكة أو جزء من هذه يعني الشبكة. نعم هناك ناس موقوفين وهناك ناس هاربين أيضا طيب أريد أسأل عن دور وزارة العمل المغيب على الأقل طيلة الفترة الماضية في مسائل تسريح الموظفين أو العمال اللي يشتغلون في القطاع الخاص وحتى من ضمنهم وسائل إعلام تفتح قناة اليوم باكر تنسد أو صار عنده مزاج أبو القناة أو أبو أي مصلحة خاصة وسرح تسريح جماعي دون إبلاغ مسبق هنا مو المفروض أكو دور طبعا المفروض أكو دور للنقابات ولكن أيضا مو المفروض أكو دور لوزارة العمل يعني أيضا أرجع أقول لك في تجارب بعض البلدان مو بمزاجه أبو العمل الخاص أن يسرح بدون ضوابط شكرا على هذا السؤال طبعا احنا نشيد القناة الشرقية ابتداء يوم مداري كان يا ابن عم الله يحفظكم لا احنا ما عندنا شيء ان شاء الله نكون ورقة مفتوحة ما عندنا شيء بالتأكيد هذا لأجل المناكفة يعني الله يحفظكم قناة الشرقية طبعا عندنا اكثر من 70 قناة فضائية محلية عراقية وحتى غير محلية مكاتب لها هنا هذه القنوات الفضائية يفترض انه كل العاملين لديها هم يستقطعون منهم توقيفات تقاعدية صحيح العامل يستقطع منه أو الموظف ورب العمل أيضا يستقطع منه يعني تعرف القطاع الخاص رب العمل يتحمل 12% والعامل 5% من راتبه المسمى بالعقد قنوات عديدة يعني بدون ذكر أسماء لكن أنا لأنه في قناة الشرقية لا ولا أكيد فأقول قناة الشرقية نتحدث عن ظاهرة نعم قناة الشرقية ملتزمة أنه لا أيضا بدون أسماء ماشي لكن يجب أن يذكر الحق يقال يعني ما يخالف هناك يعني ثلث هذا العدد من القنوات الفضائية هي ملتزمة طيب والثلثين الآخرين غير ملتزمين بهذا الموضوع احنا من هذا المنبر ندعو هيئة الإعلام والاتصالات أن تكون جادة في مراقبة هذه القنوات الفضائية احتراما وضمانة لحقوق العاملين في هذه القنوات. هذه القنوات والمؤسسات الخاصة نعم بالنسبة للمؤسسات الخاصة طبعا قانون العمل يعني ألزم أرباب الأعمال أنه في حالة الظروف القاهرة اللي احنا الآن احنا في ظرف قاهر يعني موضوع كورونا والحظر وكذا رافق انه توقف الاعمال وقد بعض المؤسسات الخاصه يجوز صرحت العمال او ما تنطتهم راتب او صحيح. طبعا وزاره العمل كان لها تحرك سريع بهذا الموضوع واتخذت اجراء بالزام اصحاب الاعمال بدفع راتب شهر كامل يعني حتى يعني لو لم يعمل العامل فعلا ولم تعمل هذه المؤسسة فرب العمل ملزم أن يدفع شهر كامل براتب تام طيب للعامل طيب هو السؤال ليش وزارة العمل ما غطت كل هذه المؤسسات لأن الرقم الموجود مسجل في وزارة العمل هو 250 ألف عامل فقط مسجلين كعمال مضمونين قبل ما ندخل بال 250 ألف يعني موضوع العمال العاملين في هذه المؤسسات احنا كوزارة عمل يعني اذا توصلنا شكاوي من هذا الجانب انه المؤسسة الخاصة الفلانية تركت العمال بلا رواتب وقعدتهم ببيوتهم فاحنا راح نلجأ للقضاء واحنا يعني داعمين ومداعين ايضا
احنا المدعين نعتبر بحقوق العمال لان هذه مسؤوليتنا امام القضاء. يعني احنا تعرف مؤسسه يعني دوله مؤسسات علينا ان نتبع القانون. هذا جانب. حضرتك سالت على العاملين، مع الاسف طبعا هذا الملف فيه قصور وعلينا ان نتكلم بالحقيقه كما هي. يا ريت في القطاع الخاص يوجد ما يقل عن 4 مليون إنسان أو شخص عراقي يعملون لدى القطاع الخاص. 4 مليون عراقي. 4 مليون عراقي. هؤلاء اسمه قطاع منظم هذا. يعني قطاع منظم هذا العامل يعرف يوميا يطلع يشتغل بالمكان الفلاني. يعني وزارة العمل ما مغطية 1% إذا 250,000 بالضبط مسجلين. احنا 260,000 المضمونين فعلا. هذا الموضوع مرتبط يعني صراحة بعدة عوامل. أحد أهم العوامل هو قلة المفتشين. احنا المفروض عندنا عدد كافي من المفتشين اللي يروحون الى مواقع العمل. طيب. على مستوى العراق كل المحافظات هذا العدد غير متوفر. يعني بحاجه الى ان نتعاقد او تعيينات جديده. طيب. وهذا الموضوع تدش قد صعب. الموضوع الاخر اللي احب اكد عليه واعترف به وراح اشتغل عليه بقوه موضوع فساد. شلون؟ يعني مفتشين مثلا، يعني ما نقول الجميع، يعني الغالبية الحمد لله يؤدون عملهم بصدق وحيادية ونزاهة، لكن النفسيات الضعيفة موجودة في كل مؤسسة. شلون؟ يعني يروح إلى صاحب الفندق مثلا عنده 40 أو 30 عامل، راح يقول له أنت شقد عندك أموال؟ راح يتفق من جانب أو آخر، راح يقول له عندي 10 أموال أنا، ويمشي 10 أموال هو عنده 50 عامل بالفندق مثلا، أو أبو الشركة مثلا بالقطاع الخاص. أكو شركات تستخدم مئات الأموال أيضا. هذا باب من أبواب الفساد. وإلا أنا كيف أفسر مثلا مع ما ذكرت أنه قلة عدد كادر التفتيش ونزاهة الكثير من عندهم، لكن توجد النفسيات الضعيفة في هذا القطاع. خلال المرحلة القادمة نحن سنعمل كوزارة وككادر وزارة على إصلاح هذا الملف. أنه هذا العدد 260 ألف يجب أن يرتفع، لأنه هذا في ضمانة للعامل. يعني تعرف قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم 37. وهذا السؤال التالي إلى جنابك، شنو المقابل اللي يتقدمه الوزارة للعامل المضمون المسجل لديها مقابل استقطاعها لمبالغ يمكن 42 ألف شهريا، والموظف الحكومي يمكن 10,000؟ لا مو 10,000. القطاع الخاص 42، القطاع الخاص 12.5% يعني 17%. 17% 12% يتحملها رب العمل و5% يتحملها العامل. طيب. من راتبه. طيب إذن هو السؤال شنو المقابل اللي يتقدم الوزارة؟ نعم. يعني أكو عامل مسجل وعامل غير مسجل، شنو الفرق إذا المؤسسات سجلت أو لم تسجل؟ وأنا ذكرت لك أنه إحنا عندنا 4 مليون الآن مسجلين بوزارة العمل لدى مؤسسة التقاعد والضمان 260 ألف. طيب. يفترض أنه هاي 4 ملايين كلهم مسجلين، يعني يتم استقطاع توقيفات تقاعدية من رواتبهم وأرباب العمل يتحملون كذلك، وتذهب إلمن إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. طيب. هذا المفروض يعني راح تصير عندنا أموال طائلة تتعظم أموال هذا الصندوق. إلمن يعني بالنتيجة الصندوق. صندوق سيادة الوزير، مؤاني أريد أسمع السيناريو للنهاية حتى الناس تفهم. نعم. ليش العاملين في القطاع الخاص لازم يروحون للضمان حتى يحصلون على فلان قضية وفلان قضية؟ أبين هذا لك. هذا دور توضيحي. أبين لك. أبين لك. أولا يعني لو تم ضبط هذا الموضوع، يعني العامل يستقطع منه توقيفات تقاعدية ورب العمل أيضا يدفع ما عليه. نعم. لكل العاملين هؤلاء 4 مليون اللي ذكرت لك إياهم. شنو اللي يصير عندنا؟ إحنا أولا راح يقل هذا الاستقتال على الوظيفة الحكومية. يعني العامل راح يتمتع بكل ضمانات الوظيفة الحكومية، تحتسب له خدمة تامة بكل الامتيازات. طيب. يحال على التقاعد، ضمان إصابات العمل، ضمان تأمين صحي. يعني هاي امتيازات كبيرة. يعني حتى العامل يعني مو تحت رحمة رب العمل. طيب. يعني أنت صاحب شركة اليوم يشتغل عندك 50 عامل مثلا يفترض، يعني
أن تكون مو عندك مطلق الحرية أنه تفنش أي واحد يقول له بالسلامة أنت بعد تشتغل باشر لا تجي. مو بكيف يا بطل. مو بكيفك. أنت عندك عقد عمل. هذا 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 الكلام مفيد حتى العاملين في القطاع الخاص يعرفون شنو اللي إلهم وشنو اللي عليهم. مع الأسف يعني بعض المفتشين ينقلوننا يقول من الروح للشركة أو للفندق أو يخبي نفسه العامل. العامل هو يخبي نفسه عن المفتش. كمل لي المقاربة سيادة الوزير. مو بكيفك قلت لي مو بكيفك أن تمشي العامل اللي عندك. مو بكيفك ليش؟ لأنه أكل التزام قانوني. يعني أنت المفروض العامل عنده عقد عمل مع هذا صاحب العمل. طيب. وبالنتيجة يدفع توقيفات تقاعدية. أفترض لو مثلا عامل يم صاحب شركة يشتغل وبعد فترة من الزمن حصل على وظيفة حكومية بالقطاع العام. طيب. أفترض. طيب. راح يجيب هاي الخدمة المضمونة تحتسب له خدمة، يعني كأنه ما عنده 5 سنوات خدمة بالقطاع الخاص، هاي تحتسب خدمة كاملة، خدمة وظيفية، خدمة وظيفية كاملة، كأنه ما كان في مؤسسة حكومية. إيش قد فائدة بهاي؟ يعني خدمة زائد 15 سنة يقدر يطلع تقاعد، إذا كان عنده 15 سنة مضمونة يقدر يحيل نفسه على التقاعد، يعني وياخذ راتب من مؤسسة من صندوق تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال اللي هو مقر وزارة العمل. جيد. وطبعا بتعرف انت ايش قد مبالغ اموال الصندوق، هذه كل ما تتعظم يمكن ان تستثمر استثمارات كبيرة، لان احنا عندنا يمكن هسه اللي اعتقده تقديرا يمكن تريليون مبلغ، يعني تريليون دينار، تريليون دينار يعني من دول ال 260,000 كيف اذا صار 4 مليون من العمال اللي هم تستقطع. وراح تقدر الوزارة تلتزم أيضا بدفع تعويضات لهم أو يعني خدمات اجتماعية وصحية وغيرها من الخدمات. نعم. أكو نوع من الخدمات بعدين راح أحكي عنه بالوزارة. نعم. أيضا جنابك مسؤول عنه، لكن هو بالأسف ملف فساد يعني. نعم. كان أو عليه شبهات، بس أنا أقول ملف فساد لأن أكون واب اثنين تحدثوا عنه. نعم. صندوق القروض المقدمة من وزارة العمل، يعني رغم قلة المبالغ اللي كانت فيه أيضا اللي هي 10 ملايين توزع على دفعتين، لكن أيضا هذا توقف صحيح؟ أحب أشير لك يعني وزارة العمل طبعا لديها 3 أنواع من القروض. نعم نعم. صندوق القروض اللي هو مقر وزارة العمل، يعني هذا رأس ماله من الحكومة 266 مليار. طيب. يقدم قروض يعني بواقع تقريبا 8 مليون دينار عراقي. زين. يقدم يعني يعلن بشكل على موقع الوزارة. هذا نوع، هذا النوع الأول. هذا النوع الأول. النوع الآخر اللي هو استراتيجية التخفيف من الفقر. زين. شنو التفاصيل هذا؟ هذا يعني عندنا شراكة مع وزارة التخطيط. مبلغ القرض 10 مليون. يكون. طبعا هذا اللي نتحدث عنه. نعم. هذا استراتيجية تخفيف من الفقر. هذا يعني المستفيدين منهم من قاعدة البيانات المسجلين في الوزارة. طيب. حصرا. يعني أن يكون ينطبق عليه معايير الفقر أنه هو مسجل ولا يملك شيء. طيب. يعين نفسه به. هذا توقف مع الوزير؟ لا موجود. 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 إحنا لحد الآن أطلقنا. طيب. يعني 45,000 قرض. وبالأيام القادمة إن شاء الله خلال الشهر راح نطلق ل 5,000. والنوع الثالث. 5,000 مقترض. الثاني صندوق التأهيل المجتمعي. هذا رأس ماله قليل. لكن يمنح فقط لذوي الإعاقة. يعني يمنح قروض لذوي الإعاقة تحديدا حتى يعين نفسه. بتعرف ذوي الإعاقة يعني معاناتهم مختلفة عن الآخرين. جيد. إذا خلينا نسولف عنهم معالي الوزير. نعم. بملف يعني أول شيء أرد أسألك، راح يتم صرف رواتب الرعاية قبل العيد لو يبقى الجدول مستمر باعتبارهم يستحقون راتب بالشهر السادس، علما أنه بهذه الشريحة تصرف رواتبها كل شهرين مو كل شهر؟ أبين لك هذا الأمر. طبعا أنا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. صراحة. وأشوف كثير من الكلام على هذا الموضوع. صحيح. أنه يدفع كل شهرين، كل شهر، قبل العيد، بعد العيد. يعني هذا مهم. أكو ناس هواي تنتظره. نعم. والكلام اللي تقوله بما يحوي من معلومة ترى يطلع سبتايتل وزير العمل والشؤون الاجتماعية كذا. نعم. ولذلك أنا أسألك عن التوقيتات، لأن كل عشرات الآلاف ومئات الآلاف ينتظرون يسمعون منك. أنا راح أكون واضح، لأنه أنا في موقع المسؤولية وعلي أن أكون دقيق وواضح بنفس الوقت. طيب. لأنه أنا عندي قناعة بموضوع قلة السقف الإعانة. مبلغ بسيط. يعني ما ممكن للمستفيد أن ينتظر شهرين حتى يستلم هذا المبلغ اللي هو
ما شهرين قد يوصل إلى 300 ألف أو 350 ألف حسب عدد أفراد العائلة. طيب ما ممكن أن ننتظر شهرين. أنا صار أربعة أيام استلمت، يعني كان أول اجتماع عقدته هو اندزيت على مصرف الرافدين باعتبار إحنا عندنا عقد وياهم لدفع رواتب الحماية الاجتماعية، وهم بنفس الوقت عندهم اتفاق أو تعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني. فصار اجتماع قبل يومين، قلت لهم بشكل واضح يعني موضوع الدفع شهر أو شهرين. نعم نعم، هذا الموضوع موضوع حساس جدا. هم طبعا تعرف مصرف الرافدين أيضا يتقاضى عمولة عن الدفع هذا، أيضا عندهم جانب تجاري من هذا الموضوع. احنا ابتداء خلنا نتكلم على انه ندفع قبل العيد او ما ندفع. زين، احنا دفعنا مال شهرين الاول والثاني، ودفعنا مال الثالث والرابع. طيب ويفترض حسب السياقات انه احنا 30/6 يلا ندفع الدفعة الثالثة لهذا العام. احنا ان شاء الله ان شاء الله نتائج الاجتماع محورت حول جانبين، اللي هي الجانب الاول باتجاه وزارة المالية والحكومة، يعني دولة رئيس الوزراء اذا تذكرون البرنامج الحكومي اللي طرحه امام مجلس النواب كان فقرة اساسية منه انه الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية. طيب كان قبل يومين حديث مع او نتناول في موضوع اخر، هذا موضوع الدفع. احنا هسه البارحة صار اجتماع مع السيد وزير المالية على هذا الموضوع، على موضوع التمويل. احنا ماشيين باتجاه دفع راتب الخامس والسادس خلال الايام القليلة القادمة، يعني قبل العيد. الايام هدفنا قبل العيد. طيب لكن هذا يا دكتور مرتبط بالمالية، ما معتمد على وزارة العمل فقط، مرتبط بالمالية. انا لو على وزارة العمل ممكن ادفع خلال هذا الاسبوع. طيب انت كان عندك ملاحظة، اذا حضرتك تقول خلال الايام ايام قليلة قادمة وهذا ممكن ندفع مال شهرين، مال شهرين، مال الخامس والسادس. كانت عندك ملاحظة وقطعتها بحديثك من سألتك، كنت تريد تعلق ليش كل شهرين؟ هذا راح يبقى السياق انه ذنين دفع عن كل شهرين. بالضبط، ارجع لما اشرت له قبل قليل. انا كان لاول اجتماع هو مع مصرف الرافدين. طيب قلنا لهم بشكل واضح وصريح تعالوا واقع شبكة الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها هم من الناس الفقراء عديمي الدخل، إمكانياتهم محدودة، ليس لديهم شيء يقتاتون منه. يعني هو ليش الشمل بالحماية الاجتماعية؟ طيب ما عنده شيء آخر. طيب فأني خليه ينتظر شهرين يلا أنطي هذا المبلغ اللي زهيد وما يساوي شيء. إذن توصلنا إلى نتائج متقدمة اللي هي إلى أكثر من 80% أنه صار موافقة من مصرف الرافدين أن يكون الدفع شهريا، بدل ما شهرين يصير شهريا. طبعا هذا راح يصير عبء كبير على وزارة العمل وكادر الحماية الاجتماعية، ولكن الهدف كبير. شو وقت احنا ننسجم مع رأي ناسنا؟ متى المفروض يتم المباشرة بهذا السياق الجديد بالدفع الشهري؟ احنا الان نريد ندفع مال شهرين بحكم عيد ومناسبة وشهر رمضان وكذا، نريد ندفع مال شهرين بإذن الله تعالى. الآن كلفت الجانب القانوني، الدائرة القانونية بالحماية الاجتماعية وكذلك في قانونية الوزارة أنه يعدون ملحق عقد. تعرف العقد الأصلي مع مصرف الرافدين أنه ندفع 6 دفعات للسنة. طيب 6 الآن راح يتغير، يصير الآن راح يصير 12 دفعة. هذه الدفعات تعرف أكو عمولة تترتب عليها من أموال الوزارة إلى وزارة المالية. طيب عمولة نقدية. أعرف وإحنا بهذه الظروف تم الاتفاق مع وزارة المالية أنه ينطون 6 دفعات مجانا ما ندفع لهم عمولة، وستة على بعمولة. بعمولة هذا طيب. مكسب جيد أنا أعتبره للوزارة، وهذا مكسب جيد وتعاون من قبل وزارة العمل وأيضا تحقيق لرغبة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وهذه معلومة أيضا. ولكن أرد أسأل، أنا أدرك جيدا أننا نمر بضائقة اقتصادية، لكن ماكو مراجعة لمبالغ الرواتب اللي تتوزع بالرعاية اللي تبدي أعتقد من 102 أو من 105 ألف؟ هذا الموضوع خاضع للنقاش. لو تقولي لا والله يا دكتور نبيل احنا نمر بضائقة اقتصادية خلينا ملتزمين بهذا المبلغ لما الله يفرجه. احنا دكتور حتى أكون واضح، يعني طبعا انا جايب هذا القانون وياي حتى الكل يشاهد، هذا قانون رقم 11/2014 اللي شرع مجلس النواب. هذا القانون يتضمن جدول واضح للإعانات الاجتماعية. طيب يبتدأ 105 وينتهي ب 420 ألف. أكرر، هذا قانون
مو قرار ولا اجتهاد من هذا هذا قطعته خلاص خليني أشياءك أسرع هذا وبما قانون. أنه قانون أنت لا تستطيع أن تغير القانون إلا بقانون إلا لا 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 ما غير العفو هو قانون واجب التطبيق لا لا يعني قصدي إذا أردنا أن نتحدث عن تغيير المبالغ صعودا أو نزولا لا العفو هذا رينج لا أوضح لك هذا قانون ضمن أنه سقف الحماية للشخص الواحد هو 105 تمام. للشخصين 210 لثلاث أشخاص 315 طيب. أربع أشخاص ما فوق 420 ألف طيب. هذا قانون لكن شو وقت صدر هذا القانون 2014 في زمن الضائقة المالية الصعبة وداعش وانهيار أسعار النفط وكذا لم تستطع الدولة العراقية تحمل هذه المبالغ تطبيقه أي ما يطبق هو لا زال قانون نافذ أي يعرف أعرف فصدر قرار مجلس الوزراء اللي قالوا اكتفوا بهذا السقف اللي حاليا نافذ طيب. اللي هو يبدأ 105 وينتهي ب 225 إذا كانت رب الأسرة امرأة الوزير السابق قال أنه هذا معلومة مهمة أي. يعني قرار مجلس الوزراء أي. كبديل عن هذا لحين توفر الأموال اللازمة إذا كانت رب الأسرة امرأة يبدأ سقف الإعانة 105 وينتهي 225 شهريا لأربع نفرات فما فوق إذا كان رب المرأة رب الأسرة رجل يبدأ 100,000 وينتهي ب 175,000 ينتهي 175,000 مراعاة لظروف المرأة طيب. المرأة قد تكون أرملة قد تكون مطلقة قد تكون يعني إذا كان رب الأسرة امرأة أكثر المبلغ الذي يصرف لها الوزير السابق قال أنه هذا سيطبق في 2020 راح تقدرون تطبقه اللي هو قانون رقم 11 دكتور احنا الموازنة لم تقر لغاية أعرف التخصيص المالي لازم تقر منه نعم. الموازنة قانون الموازنة يشير لهذا نعم. فالموازنة لم تقر احنا ملزمين بالصرف 1/12 يعني كما العام الماضي تمام. فأحب أن أوضح أن الموضوع ليس لوزارة العمل يد فيه لكن وزارة العمل أعدكم يعني أعد المشاهدين وأعد المنتفعين من شبكة الحماية الاجتماعية أننا لن نسكت وسنكون صوتهم القوي بالمرحلة الماضية طيب. ولدينا دعم قوي من دولة رئيس الوزراء بهذا الأمر تحديدا طيب. هذه الشبكة اللي نتحدث عنها وأنت جايني اليوم وجاي للوزارة وقبل ما أسألك عن أي ملف فساد قلت لي أكو فساد وهذا يسهل مهمتك إن شاء الله ويسهل مهمتنا لا مو بالمطلق هذا ملف لا لا مو بالمطلق مو بالعفو مو لا بالمطلق لا. أنا شريت الجزئية معينة اللي هي ما هو ماكو زوري خلاه من واوية أكيد أكيد سيادة الوزير في أكيد. كل مكان بس ما نقدر ننطي نسبة لأنه ماكو أشياء مثبتة مناسبة هذا الحديث أنا أريد أسألك من 1,300,000 اللي توزع لهم اللي توزع لهم الوزارة رواتب بتقديرك ايش قد اكو فضائيين بهذا الرقم لا هو دكتور الفضائي معناها غير موجود اصلا اي غير موجود لا او غير مستحق غير مستحق أي. حتى نكون دقيقين أي. من هذا الرقم انا متاكد لا ربما معالي الوزير في وزارات اخرى وفي مؤسسات اخرى وفي هيئات اخرى تم اكتشاف اسماء تتقاضى رواتب وما إلها أصل خليني أقول الفضائيين وغير المستحقين يعني بالحماية الاجتماعية أعتقد يعني أعتقد لا يوجد بمفهوم الفضائي ولكن يوجد غير مستحق لأنه مع الأسف أكو مفهوم خاطئ يعني أنه هذا ما دام مال حكومة أعطيني إياه أنا مستحق أو ما مستحق هذا مال حكومة هي حصتي واستحقاقي الحين المفهوم الصحيح أنه هذه المبالغ يجب أن تذهب لمستحقيها طيب. فعلا فأنا أي تجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ويمثل تجاوز على حقوق الفقراء فأنا متأكد من 1,363,000 أسرة اللي ندفع لهم الآن هناك نسبة ليست بالقليلة هم من غير المستحقين طيب أكرر من هذه الأسر اللي ندفع لها الآن 1,363,000 أسرة هناك من غير المستحقين هناك والله دكتور حتى أكون مسؤول عن كلامي يعني أنا أعرف السؤال صعب أي لأنه أنا ما عندي نسبة محددة لكن أوافقك الرأي تماما أن هناك غير مستحقين طبعا هذا القانون يلزمنا سنويا نسوي بيان سنوي يعني الباحث يروح لرب للمستفيد من شبكة الحماية ويتأكد هل حصل تغيير جديد في واقع المعاشي مثلا هو حصل على وظيفة عمل هو جاء مورد مالي معين مثلا طيب. فإذا كان هاي ثبتها بقاعدة باستمارة معدل هذا الغرض وترسل إلى وزارة التخطيط لكن إحنا بهذا الظرف يمكن صعب نفتح موضوع
باب علينا إنه يعني نستثني هاي أعداد 100,000 أو 50,000 أو 10,000 أو 200,000 من هؤلاء المستفيدين ونقول لهم أنتم ما مستحقين. طيب. هل هناك ظرف غير مواتي؟ هل هناك سيأتي الظرف ونستبعد كل من سمح لنفسه أن يتجاوز على حقوق الفقراء؟ هل هناك تأمين يستقطع من رواتب الحماية؟ دكتور هو قرار مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء ألزم شبكة الحماية الاجتماعية للتأمين على يعني التأمين الصحي جزء من الخدمات هو بعنوان خدمات صحية. نعم. وزارة العمل تعاقدت مع شركة من شركات القطاع الخاص شركة تأمين يستقطع موجب أعتقد 1,000 دينار. 2,000 ألف أو 2,000. طبعا أنا ما عندي كلش تفاصيل لأن مو بزمني أو يعني أنا بالمناسبة. نعم. لا أخذ ولا أشكل عليك لأنه 4 أيام يعني. نعم. الوقت ينعد بالساعات. بالضبط. فبالعكس أنا أشكرك لبيت الدعوة. أشكرك إذا كانت هناك فجوة ما معروفة. نعم. يعني لا حاضر أنا بس ما بيها مشكلة. صار عقد بس أنا متأكد أكو 2,000 دينار يستقطع. أي صار عقد أي مع شركة من شركات التأمين قطاع خاص بموجبة يعني تدري الخدمات التأمين مثلا إصابة عملية جراحية وفاة غيرها من الخدمات التأمينية اللي دكتور باختصار بدأ الوقت يداهم. نعم. هذا ملف فساد لو مو ملف فساد ما أقدر يعني أجزم بهذا الموضوع. طيب. لأنه أنا صراحة باكر لجنة العمل وشو خلي المعطيات أمامك اللي وصلتني. نعم. نعم. وأخذ راحتك في التحقيق والتدقيق. نعم. الشركة الحمراء. نعم. زين. وبالمناسبة هذا يعني لا يدخل لا في باب القذف ولا التشهير لسببين بسيطة. اثنين من أعضاء مجلس النواب العراقي واحدة من عندهم السيدة هدى سجاد تحدثوا بهذا الملف وقالوا هذه الشركة استقطعت مبلغ التأمين والمواطن ما شاف حباية باراسيتول ولا سووا الأحد عملية كما قالوا وأنه هذه الشركة استلمت في كل شهر 10 مليار دينار عراقي في شهرين أخذوا 20 مليار دون تقديم خدمات. هذا ما يقال على لسان نواب وما يقال أنه أكو ملف في النزاهة. هذا أنا أخليه أمامك حتى تدرسه وتدقق به. يعني هو ماكو ملف في النزاهة صراحة. ماكو يعني ملف. العقد موقع موجود. نعم. وأنا البارحة تلقي اتصال من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. غدا سيكون ضيوف في الوزارة الأستاذ النواب. طيب. وراح عندك معرفة بالملف؟ نعم. يعني غدا اليوم درست الملف. طيب. هذه الشركة استلمت مبالغ اللي دا أقول عنها؟ صراحة ما عندي معلومة بالضبط. صكين ما علم الوزير لكن باكر راح نعرف راح يعني نستدعي كل الكادر الموجود القانوني كل ما كان وراء الموضوع وراح نتأكد مدى قانونية هذا العقد إذا كان قانون النظبي وإذا كان غير قانون أيضا للوزارة إجراءاته. طيب 4,150,000 صاحب إعاقة بالعراق والمسجلين بالوزارة 100,000 فقط. أيضا سؤال ليش الباقين ما متغطين؟ دكتور ملف ذوي الإعاقة ملف شائك حقيقة ويعانون معاناة كبيرة وأنا كنت في هذه الدائرة وأعلم ما تعاني منه هذه الشريحة. نعم. يعني ملف ذوي الإعاقة يعني بحاجة لاهتمام استثنائي. يعني إذا كنا الحكومة وكذلك الوزارة. نعم. مهتمة بنسبة في ملف الحماية الاجتماعية فملف ذوي الإعاقة يجب أن يحظى باهتمام استثنائي. أولا من حيث تفعيل كل فقرات قانون هيئة ذوي الإعاقة المرقم 38 لسنة 2013. تمام. هذا بامتيازات عديدة لذوي الإعاقة وكذلك من حيث الشمول توسيع قاعدة الشمول لأن احنا ما ممكن أنه عندنا ملايين من ذوي الإعاقة بسبب الظروف اللي مرت على البلد عبر عقودة من الزمن ما ممكن أن هذه النسبة البسيطة. احنا الموازنة التخمينية اللي قدمناها لعام 2020 يعني كانت سيرتفع عدد الشمول إلى 300,000 يعني ولو أقرت الموازنة فإحنا عد كلامنا هذا راح يكون بدل 100,000 هو 300,000 بدل 100,000 يصيرون 300,000 يعني تجي 200,000 إضافية. طيب. ليصبح العدد 300,000. طيب. لكن هذا يعني مشروط بإقرار الموازنة لأن تعرف إحنا
عندنا أهداف كثيرة، طموحين لأن نقدم شيء، نمد إيدنا لهذه الشريحة، لكن كل هذا تعرف إحنا موازنتنا من الحكومة الاتحادية، يعني دعم مركزي مرتبط بها. فمرتبط بها. شنو الامتيازات اللي تقدم لصاحب الإعاقة؟ وفق القانون؟ أي. طبعا هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أسست بموجب القانون اللي ذكرت لك قبل قليل، صدر عام 2013، شكلت فعلا عام 2016 هذه الهيئة. طبعا تعاني من قلة الكوادر، أيضا تعاني من حتى البنايات اللي تشغلها كلش بسيطة. مواد القانون نتكلم بصراحة غير مفعلة كما يجب. الامتيازات اللي إجا بها القانون تشمل مثلا القبول مقاعد الدراسية لذوي الإعاقة، وكذلك موضوع التأمين الصحي، وكذلك الحصول على سيارة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، معفاة من الرسوم والضرائب، التعيينات بنسبة 5% بالقطاع الحكومي، وهذا ما يشمل الكل. موضوع استيراد السيارة ما يشمل الكل، يعني لا يشمل الكل، لكن البصير ما مشمول مع الوزير، ما مشمول. نعم مو؟ نعم لأنه هاي تعليمات مديرية المرور العامة، يقولون احنا الشلل الرباعي والعفو الكفيف والشلل الدماغي، يعني دول ما ممكن نعطيهم، لكن احنا راح اشكل لجنة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. نعم. تحضر الأطراف المعنية اللي هي هيئة الجمارك ووزارة التجارة ومديرية المرور العامة وهيئة ذوي الإعاقة والوزارة نفسها. مع الوزير، قد نسبة الفقر بالعراق؟ يعني بظل هذه الظروف ارتفعت نسبة الفقر، قد تصل إلى 40%. يعني تتفق ويا بلاس خالد تصريح البارحة؟ نعم. توقعت أن ترتفع نسبة الفقر بالعراق إلى 40% والانكماش إلى 9%. طبعا هاي الزيادة المتوقعة هي بسبب هذه الظروف، يعني لو استعاد النفط أسعار النفط عافيته، يعني بالتأكيد برامج الحكومة والبرنامج الحكومي اللي تم التصويت عليه مجلس نواب برنامج واعد. راح أجي أسألك عن البرنامج، يمكن آخر سؤال. بس هو حتى قبل من كانت خير وبركة، نسب وزارة التخطيط ما لا يقل عن 25% إلى 30%، كان 22% في ثالث مصدر للنفط بأوبك. إيش قد تعتقد ملف نقل الصلاحيات أثر بشكل سلبي على ملف العمل والشؤون الاجتماعية؟ هذا أيضا سؤال كلش في صلب الموضوع. أي لأنه إحنا يعني ما أعرف شو أقول، نرجع لي وراء، لأنه هو نقل الصلاحيات للمحافظات. شرب مي فاطر سمج علي الوزير؟ لا لا. طيب طيب نقل الصلاحيات للمحافظات كان الهدف منه المرونة، اختصار الحلقات، يعني زيادة تقديم الخدمات، السهولة بالوصول، هذا تحقق؟ أنا لتقييمك للتجربة. للأسف أقول بكل وضوح هذه الأهداف لم تتحقق كما رسمها القانون، يعني نقل الصلاحيات. طبعا هو في الدول التي تطبق النظام الاتحادي الفيدرالي وكذلك نظام اللامركزية الإدارية، مطلوب أن تروح هذه يعني الدوائر الخدمية اللي على تماس مباشر مع الناس للحكومات المحلية تديرها، لكن واقع الحالي شيء غير شكل. طيب. والدليل أنه وزارة الصحة وزارة التربية الآن في أمور كثيرة رجعت للوزارات المركزية. ليش؟ هناك إخفاق من الحكومات المحلية، كن واضح، يعني في متابعة وفي التواصل مع هذه الدوائر اللي تم نقل صلاحياتها للمحافظات. أنا زرت قبل يومين دار الحنان اللي هي كانت من ضمن الدور المرتبطة بوزارة العمل. طبعاً. تعاني الكثير. تعاني الكثير. هناك تعاني الكثير، المفروض كان يصير بها تطور. شفت تطور دور الأيتام ودور المسنين؟ صار أكو تغيير على وضعها؟ لا، يعني أعتقد هذا كلام هذه الدور. أنا زرت بعض يعني أحد هذه الدور، وسأزور بالمستقبل القريب أيضا الدور الأخرى. يعني هم تقييمهم العاملين في هذه الدور سواء الإداريين أو الإدارة مالتهم يقولون إحنا ظروفنا كانت في وزارة العمل أفضل بكثير مما الآن نتبع للحكومات المحلية. بالتأكيد، يعني وزارة العمل كان وزارة عريقة، وزارة العمل. طيب. كوادرها، تمويلها، يعني إشرافها المباشر. إحنا لم نترك هذه المؤسسات مقتضى قانون فك الارتباط. طيب. إحنا نرسم سياسة ونشرف على هذه. طيب. السؤال ما قبل الأخير. حضرتك مستقيل حزبي، مرشح كتلة،
شو العلاقة بالخدمات اللي تقدمها؟ خلاص خلصت البرنامج يعني. نعم. لأنه جيتك على آخر سؤالين يتعلقا بالحكومة. نعم والله أعتقد الصبغة الغالبة أي. على حكومة دولة رئيس الوزراء في هذه الحكومة أنه أتى بالكفاءات والمستقلين ومن رحم الوزارات. جيد. لم تفرض الأحزاب أسماء معينة حسب ما عرفت. حسب ما عرفت. وزير العمل جزء من الأسماء التي لم تفرض وما مرتبط بأي كتلة أو حزب؟ أبداً. 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 طيب. أؤكد لك أنني غير منتمي لأي جهة سياسية. أي. حدثني في الدقيقة الأخيرة من البرنامج ما الذي قدمته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبرنامج يتعلق بوزارة العمل وشنو أبرز المحاور اللي تريد تشتغل عليها؟ يعني قد أشير بعجالة شديدة لكن حسب الأهمية. أي. أولا البارحة الحمد لله كان أحد بنود جدول العمل في اجتماع مجلس الوزراء. نعم. ويتعلق بوزارة العمل والمحور الاجتماعي. نعم. تم البارحة في قرار لمجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة العمل. نعم. ووزارة التخطيط ووزارة المالية ستتولى دراسة ملف توسيع الشمول. أي. لملف الحماية الاجتماعية المشمولين بالحماية الاجتماعية. أي. وإن شاء الله خلال الأول اجتماع للجنة يوم الأحد القادم. طيب. سنسعى إلى أن نشمل مئات الآلاف من الأسر الجديدة. يعني الرقم تقريبا سيصل إلى طبعا اللبان نحن 600,000 أسرة جديدة. نعم. لكن هذا يتوقف على الوفرة المالية لوزارة المالية. هذا أول موضوع. هذا موضوع بالنسبة لنا مهم. ذكرت لك قبل قليل أنه ملف التقاعد والضمان ما ممكن أن نسمح لنفسنا أنه يبقى العمال المضمونين 260,000 فقط واللي يعملون فعلا هم 4 مليون. هؤلاء يجب أن يدخلوا قاعدة البيانات ويجب أن تستقطع من أرباب الأعمال ضمانة لهذا العدد الكبير من العمال. يعني نزيد على تعظيم صندوق الضمان التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التقاعد والضمان. الموضوع الآخر إعادة النظر بمعايير خط الفقر. طيب دكتور هذا الموضوع يعني انضمت ناس كثيرة لي أهينة العائلة. يعني ما ممكن أني يطلع الباحث طبعا من اللي أهين؟ يعني الناس المستحقة فعلا. نعم. يعني يجي مثلا الباحث طبعا هو وزارة العمل ليس هي من وضعت معايير خط الفقر هي وزارة التخطيط ومعالي الرئيس رئيس وزير التخطيط الحالي متعاون جدا ووعدنا أنه الأمور راح نخفف هاي المعايير. طيب. يعني ما ممكن أنه أنت تلقي جهاز تلفزيون بالبيت وتحكم على هاي العائلة أنه فوق خط الفقر متمكنة جدا لأنهم عندهم تلفزيون أو عندهم جهاز تبريد. يعني هذا المعيار. طبعا إحنا علينا نثبت واقع الحال وبالنتيجة معايير خط الفقر تضعها وزارة التخطيط. هذا الموضوع الآخر راح يكون تنسيق عالي مع وزارة التخطيط للتخفيف من يعني هذه المعايير. يعني من المعايير اللي يتم اعتمادها إذا اللجنة فاتت للبيت وشافت جهاز تلفزيون تعتبر العائلة أو خط الفقر. هذا موجود هذا الواقع. طيب. لكن أشير مو وزارة العمل مسؤول عن هذا الموضوع. أي أعرف. أي معيار هذا. أعرف. بعد خلي أكمل لك. ولا خلاص الوقت وعبرنا. عندنا بعد وقت يا شباب. ماشي بكيفك بعد. ها نريد أقدم الشغلات المهمة اللي نعمل عليها بالمرحلة القادمة. أي. والعمالة الأجنبية أيضا. أي. موضوع قوانين وزارة العمل. هيئة ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية. يجب أن نعمل على تعديلهن لترفع من شأنها الشرائح التي تتعامل معها هذه القوانين. يمكن بعد 3 أشهر. إذا الله خلانا طيبين راح نقعد هذه القعدة وربما نكون أكثر صرامة أنا وياك بالحوار لأنه راح أشوف شنو اللي حققته من برنامجك الحكومي. وأنا أشكرك لتلبيتك دعوة اليوم معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي. الله يحفظكم. احنا راح نكون واضحين بكل يعني راح نشير إلى مواقع مواطن الإخفاق وكذلك المنجز نبرزه. ما راح نضم شيء راح نكون واضحين أمام الإعلام وأمام ناسنا. شكرا. لأن احنا ناس مؤتمنين والوقت محدود وعلينا نقدم شيء. وأمنياتي لك بالتوفيق. أما أنتم أحبتي المشاهدين حتى لقاء الغد إن شاء الله. السلام عليكم.